الرياضية في أبها البهية في المحالة. يتابع المدرب التونسي الذي يقدم نتائج جيدة. إلى الكرة مرت إلى ناحية اليمنى، خطر أمامية، لا يوجد تسلل أمام المرمى، العباس جول. كونغر الذي يحتسب الهدف الآن، واحد بالنسبة لفريق نادي أبها، وسيعود سريعا لتمثيل الفريق النصراوي لأنه يمتلك بلا شك إمكانيات جيدة. لاحظ الرؤية، لاحظ التقدم، لاحظ التوغل، لاحظ وضع الكرة في الزاوية البعيدة عن حارس المرمى، وبالتالي فريق نادي أبها يتقدم الآن في هذه المباراة إلى حد الآن. فيها يحاول فيها ينقل الاتجاه إلى صالح العباس، استلام الآن، الوحدة في فترة التوقف. المباراة الودية التي كانت فيما بين أبها والوحدة وانتهت بتم نقل الاتجاه الموجود، عودة الكرة إلى صالح العباس، يلعب كرة ذكية إلى ناحية اليمنى الجانبية التي تلعب الآن من الناحية اليمين، وكرة بالرأس تمر. الله، يا عيني يا صالح، يا عيني يا صالح، انفجر صالح العباس في هذه المباراة. شوف الكرة بالراس التي سكنت المرمى، وبالتالي فريق حكم اللقاء يأمر بإلغاء الهدف الثاني. ربع ساعة من مجريات زمن شوط المباراة الثاني والمباراة، ولا يزال التعادل الإيجابي حاضرا إلى حد له في هذه المباراة. مرت المحاولة، جاءت الكرة خطيرة، دقيقة 84 وأبها يحاول، كرة مرت الآن بالراس من صالح العباس، وبالتالي كرة إلى خارج الملعب. شوف الكرة من جديد،